شايل لي مشوي كورونا ومدري ايه ومكرونه، خلى الدنيا مكرونه. لا يا حبيبي، اللي خلقنا ما نسينا واعطانا امل، ما من داء الا وانزل الله له دواء، وخير الادويه الدعاء. وفي اسباب طبعا، ثوم، عسل، الحبة السوداء، الزنجبيل، ملك المناعات، زمزم الشفاء لما شرب له، وخير الأدوية الدعاء، والسلاح بضاربه، يعني باعتقاد انه الله حيشفيك وحيحميك وحيحميك. بس خليك كده.